تيكو مونتيتي على منصور، ومن بعد فرقة المنصور ذاك تطورت زدت تيكو مونتيتي على منصور، ومن بعد فرستي في لايف تاع واحد، ومن بعد واحد بعث لك انفيتاسيون، ومن بعد اجوتيه، ومن بعد بدا الحوار يدور غير بالعقل 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 بالعقل، من ربى فيك الثقة تروحي تفتحي لاكام، ومن بعد بالعقل 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 يرجع يهدد فيك يقول لك عندي لي فيديو تاعك كيما فتح هضري معايا يكون بعث مرات لك تعاشي تعري روحك، ومن بعد تمارسي معاه تمارسي معاه العادة السرية، من بعد يرجع يهدد فيك، من بعد تعاشي تخرجي من دارك ولا جيبته لدارك يفعل فيك، ومن بعد مع الوقت ربي يكشفك كما تعمريش راسك، حاجة سموها الكشفة. كيما عشتي الخيانة تعيشي الكشفة. راجلك ما تهضريش معاه، راجلك تشن في عليه، والناس ناكم تحل فمك وحل عينيك تضحكي وتلعبي معاه، نعلت الله عليك إلا انتي مرة عايشي في رخص الراجل اللي مدلك اسمه وبوي وليداتك ويوكل ويسرف فيك وسهران اللي كومبلي وخدام قاعدة انتي قاعدة مع الفروخة ولد البارح تضحكي وتلعبي، بارك من المحال بالك يعيط لك وما ترفديش راجلك تقول لك تراقده، وانت راكي في الفيسبوك قاعده حاله فمك بتكومنتي على الفروخه ولاد البارح انت جولادك، ومع الوقت تريد تعشقي فيه يا طاطا يا طاطا الخلاطه فوه المرد، هذا وقت لحقتو ليه طيحي في واحد قد ابنك، نعرف الله عليك مجتمع فاسد. ما نهضرش خير ثم الحقيقة ما تقبلوهاش باسكو ثم خباثة، إنسان اللي خبيث والإنسان اللي فيه هذا الصوالح هو اللي ما يتقبلش الهضرة هذه، أما اللي راجل ومتمسك في الأخلاق تاعو ومتمسك بالمبادئ وإنسان مترعرع ومتربي في دار فيها خوف ربي ودار محافظة يتقبل الهضرة تاعي، بصح فرد عايش في بيت ما فيش أخلاق وما فيش خوف ربي إنسان راح يجي ينتقدني ويطيح لي ويسبني وما يعجب ما نعجبوش كاع، يبقى أنا نقول دز معاهم انا الكومنتر تاعك ما راح يبردني ما راح يسخني ما راح يدخلني للجنة ما راح يدخلني للنار، الا بغيتني ما تبني لي قصر والا كرهتني ما تحفر لي قبر، كومنتر تاعك زيدو في روحك عش اخواتاتك